وديني على الافلام المفبركه، وشنو قصه سوق الوحيلات وذول الشباب اللي جوي قدموا اعترافاتهم امام الراي العام العراقي، هم اللي منفذين لجريمه سوق الوحيلات في مدينه الصدر، الشهداء والضحايا الاطفال اللي راحوا. ودكتور يعني اي هو هاي القصه، مو هاي القصه، مو انا اللي هم يعني، هي اي الدوله، طلعتهم دول بالتلفزيون. يعني انت طيب كنت يعني كل احنا كل الشعب العراقي، هاي يعني هذا الموضوع هو مو موضوع اياد السماوي جايبه من جيبه. القناه الرسميه العراقيه طلعت مجموعه وقالت ذولا، ادعت انه ذولا هم اللي نفذوا، وطلعت واحد منهم اعتراف وقال انا رحيت وانا نفذت. ويعني الحقيقه حجم الجريمه دكتور، جريمه سوق الوحيلات، لما الحكومه اعلنت انها القت، يعني القت القبض على هاي المجموعه الارهابيه، كان هنالك نوع من الارتياح لهذا العمل. يعني لانه هذا صح. الحادث كان حادث مؤلم صح. وادى الى سقوط عدد كبير من الشهداء، اعتقد تجاوز ال 35 شهيد، واعداد كبيره من الجرحى، اكثر من 60 جريح. يعني لما تطلع الحكومه تقول لهم احنا القينا القبض على هذه المجموعه، شويه كان اكو حاله من الارتياح. واذا الراي العام العراقي والشعب العراقي يفاجئ ان هذه القصه كلها من الالف الى الياء لا صحه لها اطلاقا. منو فبركه؟ منو فبرك القصه وطلع ذولا انه هم المنفذين؟ احمد ابو رغيف، بس لو تخليني اكمل لانه اكو قصه اهم فضل من هاي فضل متعلقه بهاي القصه. تفضل. فدكتور يعني لما واذا باليوم الثاني يتبين للراي العام انه ذولا المعتقلين لا لهم علاقه بسوق الوحيلات ولا جايين، وكلهم واحد من عندهم، هذا اللي لقى حتفه بالتعذيب، هذا معتقل من 12/5، يعني من قبل اكثر من شهر ونص الى شهرين من 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 حدوث الانفجار، ذولا كلهم معتقلين قبل الانفجار يعني. واذا هذه العمليه راي العام يعني يقف على اكذوبه كبيره جدا، انه ذولا لا علاقه لهم ولا اكو اعترافات ولا لهم اي ارتباط بهذه العمليه. هذه وحده. تيجي فوق هذا كله دكتور، نعم، باليوم الثاني شوف، باليوم الثاني واذا يتبين ان احد هؤلاء المعتقلين اللي هو اسمه نور المطر، هذا قد لقى حتفه، احد ذول اللي اظهروا صورهم. اي الثلاثه هم اي هم ثلاثه، اخوه هم على فكره يعني. واذا احدهم اللي هو نور المطر اللي لقى حتفه، واذا هذا يقتل تحت التعذيب، وهنالك اخبار شبه مؤكده تقول ان 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 هذا المواطن لقى حتفه تحت التعذيب بوجود احمد ابو رغيف، بوجود الفريق احمد ابو رغيف يعني اثناء التحقيق. هذه القصه حقيقه. زين الحكومه بس استاذ اياد لحظه، مو هاي مصيبه يعني، حكومه رئيس وزراء يتبنى قضية ويسوقها الإعلام ويطلعها على قناة الحكومة الرسمية ويجيب ناس ويسوي اعترافات ويقول على أساس ذولا نفذوا والحكومة ألقت القبض عليهم، هاي طلعت كلها كذبة وذولا الناس ما لهم علاقة. هسا احنا اكو موضوعين، موضوع الحكومة تكذب، هي الحكومة عمرها ما صدقت. لا مو هاي قابل الحكومة ما تدري ذولا طلعتهم بالتلفزيون. لا شوف الحكومة ليش هي عمرها حكت شيء صدق حتى هالمرة؟ يعني اذا كذبت يعني يصبح فتشي يعني مو طبيعي. هو اصلا هو المو طبيعي اذا حكت شيء صدق، مو اما انها حكومه كذوب. زين مو هي حكومه كذوب مصيبه يعني. اي نعم انا اريد اقول لا مو هالشكل. قول دكتور قصي، لما فضحت هاي القضيه، طبعا انا احكي لك اياها يعني، انا الشخص الاول من طرح او اول من فضح هذه القضية على الإعلام العراقي هو أنا. طلعت في قناة فضائية وأعلنت عن مقتل هذا المواطن تحت التعذيب، وطلعت ووجهت نداءات، وأكثر من 3-4 لقاءات وجهت نداءات إلى رئيس الجمهورية، وجهت نداءات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، نداء إلى البرلمان العراقي ولجنة حقوق الإنسان، وجهت نداء إلى كل المنظمات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات، يعني ما حد استجاب يعني. زين هذا جدلا استاذ اياد اذا اعترف
اذا اعترف بالجرم وقال انا مسوي وعلى مود انه يجوز يرتبون وضعه، ليش رجعوه للتعذيب وليش قتلوه اصلا؟ هسه ليش قتلوه ما اعرف، بس هو انا احكي لك يعني عمليات يعني التعذيب والموت تحت التعذيب هاي اليوم اصبحت يعني مو بس يعني تكررت بالبصره 5 اشخاص، اكو واحد بالموصل، واحد بدياله، يعني عمليات الموت تحت التعذيب اليوم اصبحت من 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 الامور يعني اللي ارتبطت بهذه الحكومه. كل الحكومات السابقه اللي سبقت هذه الحكومه لم يعلن اطلاقا عن موت متهم تحت التعذيب الا في حكومه الكاظم، ولذلك تقرير الامم المتحده يشير تقرير الامم المتحده يشير الى 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 يعني تقرير يونامي وتقرير الامم المتحده يشير الى تعاظم يعني استخدام التعذيب في 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 هذه الحكومه، ويعني يعني تجاوز كل الحكومات اللي سبقتها. واحنا امام قصه، يعني امام قصه انه حكومه خارجه عن القانون، انا اسميها عصابه طبعا يعني مع الله اكبر هيجي. نعم لا لا انا اسميها عصابه مو اليوم، يعني هاي هذا انا يعني من زمان اسميها بهاي التسميه، هذه عصابه وليست حكومه اولا. والشيء المثير دكتور قصي نعم. ان هذه العصابه ما لاقيه واحد يتصدى لها، يعني انت مثلا مثل هيك قضيه لما هسه موت واحد، هسه انت واحد يطلعونه على اساس ارهابي وعلى اساس هو، ويطلعوه بالتلفزيون الرسمي وبعدين يعلن طبعا. بالمناسبه انا اتصلت بعائلته دكتور قصي هذا الشخص، انا ايش قالوا لك؟ عبرت اخو ما يدرون بي، سالتهم قالوا احنا استاذ اياد احنا منك سمعنا من طلعت انت سمعنا بالتلفزيون انه اخونا قتل، لما رحنا نطالب بالجثه مالته رفضوا، ولحد الان الجثه مالته ما مسلمه. قالوا لهم احنا بعدين نسلمكم الجثه الان. زين شنو اعتقالهم؟ ما قالوا لك شنو بالاصل كان اعتقالهم قبل لي اصير الفبركه والفيلم هذا؟ انا ليش معتقلين هم؟ طبعا تم اعتقالهم في كركوك مو في بغداد. هم ليش معتقلين؟ الحقيقه ما اعرف ليش معتقلين، شنو طيب. هي التهمه طيب. الموجهه لهم ما اعرف، بس اما كونهم ذولا لهم علاقه بتفجير سوق الوحيلات لا ابدا، كل علاقه ما لهم بالتفجير ولا لهم اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد.